ان انت رايح تلعب شيفيلد يونايتد معناه ان انت هتروح تلاقي في 5 3 2 قدامك، فال5 3 2 دي هتعمل لها ايه؟ هتهاجم بخمسه. ده بيب جوارديولا وراح عمل النهارده، انا رايح العب 5 قدام 5 والقدرات الفرديه هتحل اي حاجه، واللي هيغطي التقدمات بتاع الزيادات من نص الملعب دي هيكون رودري، وغير كده كده كايل ووكر واقف وما بيطلعش بادوار هجوميه، ناحيه الشمال بيعمل جواو كانسيلو الادوار من على الطرف، انا بعتمد على الخمسه اللي بيهاجموا سواء كيفن دي بروين من نص الملعب من ناحيه اليمين او ناحيه الشمال موجود برناردو سيلفا، فلما هم الاثنين يضموا فهتلاقي ان هم 5 على 5. بس المشكله كلها في الخمسه على خمسه في الحاله الدفاعيه دي انك بتلاقي كمان الثلاثه اللي في نص الملعب بتاع شيفيلد يونايتد نزلوا كمان علشان خاطر تلاقي 8 على 5. انت بتحاول تظبطها في ان انت الاطراف بيزيدوا فالمعادله بتبدا تظبط، بس المشكله كلها بالنسبه للسيتي في العرضيه في الكرات المرتده، والمشكله كلها في العرضيات، موضوع انك تلعب عرضيات على فرقه ما فيهاش مركز 9 صريح بتسبب مشاكل كتير. هتقول لي الراجل بيحاول ان هو يحط فيران توريس عشان خاطر يعني بيلعب بدماغه كويس، عنده تايمنج كويس في الكرات العاليه، بيعرف يعدي واحد على واحد، مفترض ان هو عنده فينش نوعا ما كويس، بس ده برضو غير كافي انك تحطه مركز 9. مش معنى ان نجحت مباراه مارسيليا ان تنجح النهارده، ودي الحاجات اللي عندي فيها مشاكل مع بيب، مش معنى ان فرناندينو لعب له 5 6 ماتشات كويسين كمساك ان انت كل مباراه تبدا ليه كمساك، مش معنى ان جو كانسيلو لعب له مباراه حلوه قوي ناحيه الشمال معناها ان هو ينفع يلعب شمال تاني كتير. برضو ده المشكله اللي بتقع على جماهير السيتي كلها، ان انت مقتنع ان رحيم ستيرلينج ينفع يلعب مركز 9، وده الحاد في عالم كره القدم. رحيم ما يمتلكش اي مقومات ان هو يلعب مركز 9. هتقول لي سريع وبيعرف يلعب على المرتدات كويس وكيفن دي بروين ومعاه الكوره بيقدر ان هو يخلق له انفراد، تمام، بعد ما بيروح الانفراد بيعمل ايه؟ بيضيعه علشان خاطر لعيب ما بيعرفش يسجل. رحيم ستيرلينج في اوقات كتيره قوي المواسم اللي فاتت كان بيبقى رايح انفرادات وياخد الكوره ويرجع لورا علشان خاطر بيضيع وقت شويه بيستهلك الوقت. لاعب ما عندوش ريحه ان انا نفسي ابقى هداف الدوري، ما عندوش الفكره دي، ما عندوش قتاليه ان انا جبت الهدف الاول اجيب الثاني اجيب الثالث عادي، لا الموضوع بالنسبه له بقى له فتره لا انا ارجع ثاني يعني ما عنديش اي مشكله. فلما تلاقي ان انت ما عندكش مهاجم عنده فكره ان انا لازم اجيب هدف قبل اي حاجه هتلاقي ان انت بتعاني وحالك معلم بالله ربنا جوه الملعب. عندك رياض محرز ناحيه اليمين بيقدر يكلفت اي حد وبيقدر يعدي واحد على واحد في اي مساحه موجوده عادي جدا تمام، بس بعد بقى بيعدي واحد على واحد بتلاقي الاثنين مساكين راحوا له ليه؟ علشان خاطر المهاجم بتاعك ما بيعرفش يلعب كوره عرضيه، حتى لما بتلعب له عرضيات بيكون واقف في مكان غلط. ليه؟ علشان خاطر دي في ست ارض. هتقول لي طب ما فيران توريس رحيم لعب له عرضيه كويسه قوي، او جو كانسيلو اسف لعب له عرضيه كويسه قوي والراجل سبق بس حارس شيفيلد هو اللي صدها. اقول لك تمام، وارا رامس الراجل عمل فيها مجهود كويس والراجل قدر ان هو يصدها، بس هي الكوره ما كانتش لعب غير كده، يعني هو فيران توريس لحقها بالعافيه. هتقول لي لا دي بقى الراجل بيعرف ان هو يلعب عرضيات تاني، طب تمام اتفقنا ان فيران توريس بيعرف يلعب عرضيات وعنده تايمنج كويس، رحيم بقى لما بيلعب هنا بيكون في مشكله صح؟ يا راجل بيب جوارديولا نفسه الاسبوع اللي فات قال لك انا كنت عايز اضم مهاجم في الماركاتو بس فشلت، يبقى انت مش عايز تعترف ليه ان احنا عندنا مشكله في العمق وعندنا مشكله تانية حته ان ما عندناش قائد جوه الملعب. هتقول لي كيفن دي بروين قائد كويس؟ اقول لك مش قوي، يعني فينسنت كومباني بعد ما مشي ساب فراغ كبير جدا في حته القياده، وكمان سيلفا بعد ما مشي ساب فراغ كبير قوي في الملعب وساب فراغ برده في حته القياده، لان فراغه في الملعب مفيش حد عارف ان هو يملاه. هتقول لي برناردو بيلعب مكانه كويس؟ لا، برناردو ماتشات وماتشات، برناردو بيلعب مكان رياض محرز ناحيه اليمين، برناردو ماتشات بيأديها كويس هنا وماتشات تاني بيأديها زي الزفت كلاعب نص ملعب، بتلعب 4 3 3 بتهاجم بالاثنين اللي جنب رودري وهو بس اللي بيهاجم تمام، علشان خاطر هتلعب قدام فرقه بتعتمد على المرتدات وبتعتمد ان هي تلعب زون ديفنس والفرقه كلها واقفه قدام الجون تمام. بس انا مشكلتي كلها مركز 9 ما عندناش فرود نرتكز عليه. موضوع ان انت ما عندكش فرود ده بيخليك ان انت مجبر ان انت تروح على الاطراف والهاب بتاعك يحاول يعدي واحد على واحد، وبعد ما يعدي واحد على واحد يفكر يشوط، بس احنا عندنا رحيم بيعدي واحد على واحد ويعدي الثاني والثالث يجيله يعدي يجي شايط بره او يجي شايط في نص الجول، واوقات ثاني ما بيشوطش بيفضل كده ملخوم وبتلاقي الكره راحت بالنسبه له. اما رياض بقى فرياض تقدر تقول عليه كده ان هو مستر اسيست. هتقول لي طب ما ال 4 3 3 شغاله زي الفل مع ليفربول وما عندهمش مركز 9؟ لك لا مؤاخذه صلاح ومانين الموضوع مختلف تماما معاهم، هما الاثنين فيما بينهم وبين بعض خناقات ان احنا مين هيمين يبقى هداف الدوري، ودي لوحدها بتخلي اللعيبه تكون جوه الملعب يعني هنباص لصلاح هيجيب جون هنباص لمانيه هيجيب جون علشان خاطر هما الاثنين بيتخانقوا على صراع الهداف، انما انت عندك هنا تحس ان مين بيتخانق على صراع ان انا ابطئ الريتم اكتر، على صراع ان انا اخلي الفريق ممل، على صراع ان انا ما عنديش اي مشكله ان انا اخد الكره من الجناح ارجعها لنص الملعب ونص الملعب يرجعها للمساك سواء روبن دياز او لابورتو، الاثنين دول تقدر تقول عليهم كده ان هما الاثنين الوحيدين
اللي ممكن ما يدولهمش فكره الروتيشن بتاع بيب جوارديولا. ممكن يحط فيهم اريك جارسيا، بس مع الاسف ما عندناش غيرهم. يعني احنا الحمد لله جبنا واحد كويس زي روبن دياز، واخيرا لابورتو رجع من الاصابه، فنكمل بيهم بقى على كده. حته بقى ان كايل ووكر زاد وان هو اللي جاب الهدف من التصويبه مش هتحصل خالص دي. احنا معروف عندنا ان كايل ووكر بيتضرب من وراء الفريق، كايل ووكر بيغلط غلطه الفرقه تلبس سبع جون، انما موضوع ان كايل ووكر يروح يجيب جون صراحه يعني عظيم سبحان الله. يعني شيفيلد كان بيلعب شيفيلد قبل كده وجاب جون وقال لك لا انا مش هحتفل. يا عم انا ما احتفلت، المهم انك جبت جون. هتقول لي النجم الاول بتاع شيفيلد يونايتد لاندستروم عنده مشاكل مع الاداره علشان خاطر تجديد التعاقد، اقول لك والله الراجل ناصح، الراجل فاهم ان الفرقه واضح كده انها هتكون مهددين بالهبوط من اول السنه. الناس لعبوا يا دوبك سبع ماتشات ست ماتشات واخدين منهم نقطه واحده، فالموضوع باين بالنسبه لهم ان الفرقه رايحه لحته صعبه. اما حته المهاجم دي فاتمنى ان بيب جوارديولا يفكر شويه في ليام دلاب، ممكن الولد يشتغل. الولد 17 سنه، الولد بطوله 186، بس ممكن تغير طريقه اللعب الماتشين ثلاثه اللي هيلعب فيهم الراجل. احنا الحمد لله يعني مصنع تغيير طرق لعب عندنا في السيتي، فما كانش على الراجل العب بطريقه لعب مناسبه في المقابل ان الراجل يكون موجود مركز 9 على الاقل في الكرات العرضيه. ممكن تلاقيه خد 2 في رده معاه. بس نسيت اقول لك حاجه برضه، يعني كايل ووكر جاب جون وبعد الجون سبحان الله رايان بروستر طلع لعب الكره من ورا ظهره. عادي يا معلم، ما عندناش اي مانع، سيبه يعمل اللي هو عايزه. بس الامانه رياض لسه بياكد كل مباراه ان هو لما بيكون جاهز وفي الملعب بيكون مختلف تماما، بيكون بيساعد الفرقه. انا ما بطبلش المحرز، بس انا بحب رياض المحرز جدا يعني عادي، يعني لو حبيت ان هي تبقى بطبل عادي ما عنديش مشكله خالص. فكره فيل فودن ان انت عمال تروش فيل فودن، شويه تلعب طرف هنا وشويه تلعب طرف هنا وشويه نص ملعب، فالله يكون في عونه بصراحه. هو الراجل خلاص تعرب يقول له ابوس ايدك حطني في حته علشان افهم انا هعمل ايه جوه الملعب. بس عادي يا معلم، مش انت لوحدك اللي مروش في الفرقه، الفرقه كلها مروشين ولسه مش عايز يصدق ان هو عنده مشاكل في الفلسفه بتاعته والايدنتيتي وكده. وانا بيب جوارديولا كده هنعمل فيه ايه؟ بالمناسبه احنا انت بتعمل فيه ايه في بيب جوارديولا؟ ايه مش تخسر حاجه لو عملت لايك، والف الف مبروك يا عم على المكسب، وهفضل لك لجماهير ليفربول او شيفيلد يونايتد لو اي منهم.